هجوم منك على الدعاة في العالم الإسلامي إجمالا. في مقال لك: دعوهم في إسلامهم وابقونا في كفرنا، وهذا نشر في جريدة الكويتية. كنت تتحدث عن المقال وقلت في المقال أنه أحد الفضائيات طلبت منك التعليق على تخريج دفعة جديدة من الدعاة، ففي المقال أوضحت أنه أنت طلبت بأن تتوقف جهات الدعوة في العالم الإسلامي عن الدعوة فورا، وثانيا أن يدخل الدعاة في دورات فلسفية للبحث الجاد عن الإسلام. أول شيء، لما تطالب بأن تتوقف جهات الدعوة في العالم الإسلامي عن الدعوة فورا، يعني هذا المطلب المتطرف جدا. لا، أنا في ظني طبعا هذا حسب يعني رأيك. لا، ليس متطرفا. يعني نحن المشكلة ماذا؟ المشكلة أنا ندعو للإسلام، وقبل أن نعرفه يجب أن نأخذ فترة طويلة لنعرف الإسلام ما هو، ثم ندعو إليه. هذا العقل، هذا الطبيعي، تمام؟ أما أن تدعو إلى الإسلام قبل أن تعرفه، هذه مشكلة. طبعا البعض قد يقول: لا، نحن نعرف الإسلام بحمد الله وكذا. نقول نعم، أنت تعرف شيئا من طبعا الإسلام. نتكلم عن الدعاة الآن. أيه، هو الدعاء ماذا يعلمونهم؟ يعلمونهم أن اذهبوا وأمرهم أن يقولوا لا إله الله محمد رسول الله، ثم يدخلوا في الإسلام. عندما يدخلوا في الإسلام، هم ما يدخلوا في الإسلام، هم يدخلوا في المذهب. انتبهي، في فرق كبير. هو ما يدخلوا في المذهب بجله وجليله، بكبيره وصغيره. هذا ليس الإسلام، هذا اسمه المذهب. هذا نسخة بشرية من الإسلام، ليس نسخة إلهية. فعندما نتعلم الإسلام كيف سندعو؟ نقول أن الصدق عندنا قيمة عليا، قيمة كبرى. هذا يوم يعني القيم الموجودة عند الدعاء الآن في العالم الإسلامي وخارجها، أن الشهادتين، تنطق الشهادتين وتصلي وتصوم وتحجب زوجتك وتجتنب شرب الخمر وكذا. طيب، ممتاز، لكن في أشياء أعظم. أين الصدق؟ أين قيمة العدل؟ في القرآن الكريم قيمة الصدق مقدمة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قيمة العدل في القرآن مقدمة في الإسلام الأول. نعم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قيمة التفكر قيمة عليا. لعلكم تتفكرون أكثر من لعلكم تؤمنون، تمام، في القرآن. قيمة الإنسانية، قيمة التصالح مع الكون، مع الآخر. هذه القيم لا يتعلمها الدعاء المتخرجون. الدعاء المتخرجون من أي مذهب، ما أخص مذهبا معينا، هو دعوته مذهبية للمذهب وليس الإسلام. يعني فلذلك أنا لا أفرح من يعني الدعاء لا يركزون على التفكر. هذا مشكلة. يعني هل هذا هو الإسلام؟ هذا في ظني عار أن نزعم بأننا على الإسلام الإلهي. نحن على إسلام بشري تشكل عبر الزمن من سلطات وبخصومات ومذاهب ونزاعات، وأضيف إليها الألفاظ الإلهية. في ألفاظ إلهية معنا، الألفاظ بقيت، الصدق بقي معنا كلفظ، العدل بقي معنا كلفظ. الإنسان والعدل وحب الخير للناس بقي معنا كلفظ. جلد للذات؟ لا، هذا واقع. نحن لو في الآن، أعطيك سيدتي مثال. الآن لو في فريقين يتخاصمان، يعني تبغين الليبراليين والإسلاميين مثلا، أو السنة والشيعة وكذا، اعملي استفتاء عند كل جمهور. يعني لو يتخاصم السنة والشيعة مثلا، لو في استفتاء: هل الشيخ الفلاني إنسان أو غير إنسان؟ الشيخ المعادي، يطلع القائم أنه غير إنسان، تمام؟ في الغرب ما يحدث هذا، أو بين الإسلامي والليبرالي. ماذا يحدث؟ يقول نعم. هو يستغرب السؤال في الغربي عندما تسأل. الآن يقولون عن فلان أنه يعني يطعنون في عرضه أو في عقله أو في إنسانيته أو كذا. إذن فالوحشية عندنا ضد الآخر، وفي استسهال الكذب عليه واستسهال بهتانه سهل جدا. في الغرب والشرق ما يحدث هذا، عندهم عقل والتهمة إذا اتهموا أو خاصموا تكون علمية ما أمكن. فنحن لسنا مسلمين، ليس جلد للذات بقدر ما هو واقع. نحن لا نرى أنفسنا. ترين بالمناسبة من أبلغ يعني لذلك أنت قلت أثناء التحضير للحلقة، قلت لي أنه أنا أفضل الدعوة بجامعة الإمام على أن أذهب إلى البرازيل. بعض الأخوة الله يبارك فيه، الدكتور عبد الرحمن شيبان عضو مجلس الشورى، فقال لي: لو تذهب إلى البرازيل والأرجنتين ماذا ستدعو؟ يعني ما هو الإسلام الذي ستقدمه لهم؟ قلت: سأمتنع، لن أذهب إلى الأرجنتين والبرازيل، سأذهب إلى مناطق أهل الدين المتمذهبين أنفسهم، وأدعوهم إلى تحكيم الشرع في المذهب. يعني يجب أن يكون المذهب تحت الشرع، وأقول لهم: ترون الصدق، أنتم تأمرون بالصدق، لكن لم تكتبوا منهجا في الصدق. منهج الصدق بحاجة إلى منهج الأمانة.
لا فلا تبخس الناس أشياءهم، ألست آية كريمة؟ فلا تبخس الناس أشياءهم، ألسنا نبخس جميع الناس أشياءهم؟ نبخسهم عقولهم ونياتهم وإنتاجهم وكل شيء نبخس. المنهج المعرفي في القرآن ورأيك في الجهاد عبر التاريخ الإسلامي وهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بعد الفاصل مع الشيخ حسن المالكي.